الدنيا حر قوي، مش كنا استنينا في محطة المترو بدل الوقفة دي على الأقل فيها تكييف؟ محطة المترو فيها كاميرات، والواد ده مش سهل تلاقيه عامل حسابه على كل حاجة. بص بس أنا زهقت من الوقفة، كمال أبو رايا ما يوقفش كل ده. طب اصبر، زمانه جاي، نديله الفلوس وناخد الفلاشة ويبقى كده خلصنا. اه يا حبيبي، بس الفلوس دي لازم ترجع لي تاني، أنا مش أهبل. ماشي، هو بيتصل. شوف، ألو. ألو، أنت فين يا نور؟ أنا مستني بقالي كتير. لا براحتك خالص يعني. بنيمه. أيوة يا حبيبي، حطته. في أتوبيس دلوقتي هيخش عليك، اركبه لوحدك. أتوبيس؟ بس أنا عمري ما ركبت أتوبيس لوحدي، بسمع إن بيحصل فيه حاجات كتير يعني كده، ممكن أجي بالعربيتي يعني ورا الأتوبيس. بعدين يا بص، عايز ايه؟ عايز ايه؟ بقول لك بنيمه. بنيمه؟ بتنيمه ايه؟ ده كده هيفهمك غلط يا بص. ايوه. لا لا لا، الاتوبيس لوحدك، فاهم؟ حاضر حاضر، هركب الاتوبيس ولوحدي. متل. حاضر حاضر، مع السلامه. مع السلامه. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا زهقت من الواد ده، ما تجوش ورايا، انا هركب الاتوبيس اللي جاي ده اللي داخل علينا وهخلص من الموضوع ده خالص. خد بالك من نفسك بقى عشان تفض. ربنا يستر. أنا هركب. عتبة 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 عتبة. تعال هنا كمال بيه، أنا حاجز لك. استنى نضيف. استنى، لا تكون حطيت لي حاجة مسجل لي ولا كاميرا. نضيف، ما لقيتش مكان أأمن من ده نتقابل فيه. ولا عبيط، عايزني أقابلك بره عشان رجالتك تاكلني؟ دايما مكان أقابلك فيه. ايه في ايه؟ هو الاتوبيس وقف ليه؟ الاتوبيس وقف عشان دي محطة خضتني يا اخي. معاك الفلاشة؟ معاك الفلوس؟ معايا الفلوس. معايا الفلاشة. طب اديني الفلاشة واديك الفلوس. اديني انت الفلوس وانا اديك الفلاشة. لا اديني الفلاشة وانا اديك الفلوس. وليش ضمننا حبيبي؟ لا حبيبي، انا مش واثق فيك. اديني انت الفلاشه وانا اديك الفلوس. خلاص، نشوف واحد ولا من دينا ولا من دينك نثق فيه وهو اللي يدينا حاجاتنا. يا كابتن، كابتن. يا نجم، احنا ما نعرفش بعض صح؟ اه. بعد اذن حضرتك، احنا هنبدل حاجات ومخونين بعض، فهنديها لك وهترجعها لينا بالعكس. عينيا. ماشي، هتديني ايه؟ هديك انا فلاشه. وهجيب لك بقى منه ايه؟ فلوس. ماشي عينيا. يلا يا استاذ اتفضل. ايه؟ ايه؟ انا مش واثق فيه. انا واثق فيه. بجد واثق فيه ليه؟ عشان صاحبي. بجد والله؟ راجل ده من واحنا صغيرين كده. والله؟ ايوه. اجيب منديل هو كاتب كتاب. يلا. طمن على فلوسها بالزاويه. والله 100 100. هو انا شرفت الفلاشه دي عليها الفيديو. يعني انت، يعني ماشي، يعني انت مش واثق فيا؟ لا مش واثق فيك. يعني انت وثقت في راجل غريب ومش واثق فيا انا كمال بيه؟ عيب يا كمال بيه، احنا ناس اشراف. عندك حق. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هنزل دلوقتي وبعد كده انتوا تنزلوا ورايا عشان محدش يعرف ان احنا كنا مع بعض. لا يا حبيبي، انا هنزل الاول عشان محدش يعرف ان احنا مع بعض، لانك انت لو نزلت الاول هنتعرف ان احنا مع بعض. يعني انت لو نزلت الاول محدش هيعرف؟ محدش هيعرف. خلاص. يلا بالزاويه. يلا. حرقب يا اسطى. هو مين اللي هيعرف؟ كانوا فاكرين نهبل.